احيانا في ناس بتحاول تعمل عمليات نصب على العملاء وتستغل اسم فودافون او خدماتها. مهم جدا عشان متقعش ضحية لعمليات النصب انك تاخد بالك وتبقى حريص في تعاملاتك الشخصية وبياناتك، وهنشرح لك ازاي. ممكن مثلا حد يكلمك من نمرة شبه نمر فودافون ويسألك على كود اتبعت لك او كلمة سر او كلمة مرور لحساب من حساباتك بحجة تحديث للسيستم او البيانات. لازم تعرف ان مفيش حد من شركة فودافون ممكن يكلم عميل ويطلب منه بيانات او معلومات سرية، والمكالمات اللي من شركة فودافون بتبقى واضحة من نمر المختصرة او خدمة العملاء. ما تقولش معلوماتك السرية لأي حد. وممكن تجيلك مكالمة من حد يقولك حضرتك كسبت جايزة كبيرة زي عربية مثلا، ويطلب منك تحول له رصيد او تبعت له من فودافون كاش مبلغ كبير عشان مصاريف ادارية لاستلام جايزتك. فودافون مش بتطلب مصاريف ادارية عشان تكسب جايزة، ولا بتطلب من العملاء تحويل رصيد. في بعض الاحيان بيجيلنا ميست كولز من ارقام دولية غير معروفة، ولما ترجع تكلم الرقم بتسمع رسائل صوتية طويلة، وبيكون في الوقت ده بيسحب من رصيدك مبالغ كبيرة جدا، نظير انك طلبت رقم خاص بخدمة معينة. ما ترجعش تكلم رقم دولي ما تعرفوش بيرنلك ويسيب لك ميست كول. لو حد كلمك يقولك ان من فودافون وطلب منك الكود الخاص بحساب فودافون كاش عشان تحديث بيانات، ده مش حقيقي. مفيش حد من فودافون مسموح له يسأل عميل على بياناته السرية تحت اي ظرف. ما تديش كود فودافون كاش لاي حد ابدا. عشان تستمتع بخدمات فودافون من غير قلق، افتكر دايما انك ما تديش معلوماتك السرية لاي حد. فودافون مش ممكن تطلب منك مصاريف ادارية عشان تكسب جايزة. ما ترجعش تكلم ارقام دولية ما تعرفهاش، وما تديش كود فودافون كاش لاي حد.